تدرون قبل كانوا يضربون المريض على راسه حتى يسووا له عملية، بس تخيلوا يعني شنو شعور المريض راح يصير. انا من هسه لازم قام يوجعني. سلام، شلونكم اغاتي؟ قبل كان التخدير ضرب على الراس، وراها الله كريم، تصحى ما تصحى مشكلتك. كانوا يستخدمون الاعشاب والزيوت والغازات، وبيني وبينكم حليب الخشخاش هم تعرفون مال شنو. بس ممكن بعض الأحيان هاي المواد كلها ما تجيب فائدة، يعني كانت العملية تشكل مرحلة مرعبة بالنسبة للمريض، وممكن توصل إلى الوفاة بسبب الألم والصدمة. أعزائي المشاهدين، وراها صارت نقلة عصرية ومهمة جدا بتاريخ الطب. سنة 1799 استنشق عن طريق الصدفة الكيمياء البريطاني السير هنفري دافي، استنشق بعض الغاز المضحك يسموه الحامض النتري بالطب. اكتشف بأنه هذا الغاز يؤدي إلى فقدان الوعي، يعني تروح بسابع نومه ولا تدري بالدنيا شكو. كانت أول عملية ناجحة أجراها الدكتور كروفورد لونغ سنة 1842 باستخدام الأثير كمخدر. الأثير مو الأثير، ركزوا بالاسم. بعدها نشر السير دافي دراسته. سنة 1844 أجرى جراح من الولايات المتحدة اسمه هوراس ويلز، أجرى عملية أسنان وكانت أول عملية ناجحة بدون ألم. طبعا من حسن حظ المريض استخدم للدكتور الحامض النتري كمخدر. بعدين تم صناعة أنواع عديدة من المخدر، يكون استخدامه على شكلين، مخدر موضعي ومخدر عام. المخدر الموضعي يعمل على تخدير جزء معين فقط من الجسم، يعمل على قطع أو منع انتقال النبضات الكهربائية في الخلايا العصبية، يحقن حول الأعصاب اللي تنقل النبضات حول هاي المنطقة اللي يتم إجراء العملية بيها. المخدر العام يعمل على جعل الجسم كله بلا وعي ولا احساس، يعني المريض يروح بسابع وثامن نوم وما يدري بالدنيا ولا يدري صار ولا يدري شكو اصلا. بالتخدير العام يتم مراقبة التنفس والعلامات الحيوية للمريض، لانه لما يتخدر الجسم بالتخدير العام راح يضغط على المنطقة اللي تتحكم بالتنفس الموجودة بالدماغ. طبعا يحتاج المريض والجسم الإنسان إلى الاسترخاء العضلي، فراح ينطوا عقار طبي يستخدم للاسترخاء العضلي يستخرج من النباتات الاستوائية. نلتقيكم على خير في مواضيع ثانية جاية وقادمة. في أمان الله.